القدس دح بالقرآن غرد يا شبل الإيمان غرد واصدح بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا رسول الله وقائب كميدة حلقة ذي نسو السعودي شاق محمود شبلي عنكو يدين جمني سؤالها عن نسوي ديسان جوابه ذا كفة ودل بجنة شاخة حلقة ذا نوع حلقة ذي تدبات الانسدادات مركة ورانا إن شاء الله تعالى حسول وين يا شاخة فليتفضل مشكورا. شكرا شحسن ودوه جزاك الله خير الجزاء. شيخ سؤالك هو بعد أن ما تينا نوع فتوته سائلكم وحنا ليه هاي وحليه هاي سيسين هاي أي بحذي لبطني الشن لور إذا كم اللي جربا سيسين تبعه عادي كبحذو إذا كم كواجبته تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة سنسنتو زكما كواجبتها ومسألة علماء مسلمين تيا ماذا فقه هذا ككل دوائين فقه هذا الشافعي وحي قبان زكذا وحي كواجبتها وحي أباها مراها الله بيرتو وحي عنو يعنت أساسي النقطة لكن وحي أباها عنت أساسي أهين يعني عنت هذا لما يستره أما عنتذا لقوة ناتشي أما خضارتي وحالة متكعة إنا نزكرة هين أما وحي دوني بهكرة النقضاني تفاح النقضو لين هالنقضو هالنقضو يعني يهب حذي هالنقضو سنسن هالنقضو فقد شافيذ وحي قبان يا أصحابتي يدو رحمة الله عليهم جميعا هدي وحاني وحنطا وكيد قلي أوسن هين إن أنزك كواجبين. صدرت البمركة ترين أيام وحيابها عنتها هاي سكان كواجبين وحيكون درنا السمسم. سنسن وصوماري وصوماري ذو حميم مدن بيار ريبان عربية. نوم بيو بدلان. صوماري قالن سنسن مركة سمسم وهي عربية سمسم بالوضحة. مركة عند أصحابنا وأنا مسألة اجتهادية وخلاف كذا ومشهور يعني. مذاهب المسلمين تلك القيبة بضم باقبيني كواتي بيسو أن يقول أصحابنا الشوافع بايرا دوسيدا صوابك بالله توفيق. جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك شيخنا. سؤال شلا بعد وحيلا ذاي ذاتك أديك سيدا قرآنك وولا جرجري هو أديك سيدا روحا يسكو دعان يعني وحل الله مالة الأسمين قفك يكو سميان marka ruux ku sameeyana ma uu dhintaa ama uu waasha marka dadkaasi maaratay waxay hukumkooda quraan ka sameeyay kara sihir kisaa soo kala tolo isticmaal. Bismillaah alhamdulillah mas'alada quraanka iyo sihir iyo asmo marka laga hadlayo iyo madiideynta gabdhaha wala madiideyn leley mas'aladu ده سحر كو واحد شرا ويو ضدك سيابة كلا دوام بالله سحرة سحر كاسي أما هالنقضو حد شركي كفر جارية أما حد ذنبية معصية كبائر كا هالنقض سحر كا ضدك الله سحر يو هنفعل يا سؤاش النحر كمهمة ديدو قرآن كله أذيك سنة يو يا أم الله شر شر يو وحرب الله وارحمه بابك أسماء ذا هذا مركا لغا هاد لأيو إنان كالاقا هذا أسماء ذا أما قرآن كاسيد قاسي أباها كالدوان لو تشرشر أي الله أقرن أيو أما قرآن كاسيد عادي قاب الله أقرن أيو لبقى يبودوي قايب قفو قرآن عادي أو آخر يو إلهينا إن بضان باريو وقفك أو هبارو وإدعي كرت هبار كاينو كدعو قف كنا الدعاء دي حبار كي لقى أقبله قيب تاسي محاك الدم بيه محاك الدم بيه هين وحي كحران تاي قف كن وحبار ياي قف مظلومة وحق لينو حبار تمام مي هاي مسماه دو قف مظلومة ياي
qofkii dulmiyeena uu habaaro. Nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam ducada madluumka in la aqbalayo xataa isagoo gaala. Saas darteed ninkan waxbuu asmeeyey la yidhi ee qur-aan akhriyey ee laga yaabo salaad badan tukaday ee habeen iyo toddobaad iyo saddex maalmood iyo waqti iyo bil iyo wadaya way dhici kartaa inuu madluum yahay madluumnimadiina ilaahay ducadii iyo habaarkii uga aqbalay. Qofka madluumka ahna dembi ma laha, waddeena qofkii dulmiyey habaaro way u bannaanta. Qofkaa dulmiyeys habaaraya gaal iyo muslim ku dooni ha noqde. Haddii uu hawsan madluum ahayn ase intuu habaaro, way dhici kartaa habaarkiisa in la aqbalo saacad ijaaba uu waafaqo. Saa darteed baa nabigeenu reebay calayhi salaatu wasalaam in nafteenna aan habaarno ama ilmaheenna la habaaro baa loo diiday, si ayna saacad ijaabo oo albaabada ijaabadu furan yihiin intay u waafaqdo aan qofkii wax u soo gaarin. Taasna way dhici kartaa. Marka taasi waa dembi in waxa la akhriyey iyo qofku khalad galay uu kale maaha, laakiin inuu xadgudub iyo isaga laftiisu habaarkan dulmi ku sameeyey wuxuuna lamid noqonayaa un iyadoon habaar ahayn dadkii dadka naftooda iyo xoolahooda dhibka u geysanayay buu noqonayaa. Qaybna waa qayb qur-aanka dadka in qur-aan la aqrinaya looga dhigayo, laakiin shaytaan lagu ateecayo, wax shaydaan raalli ka yahayna qur-aanka lagu samaynayo. Marka lagu sameeyana ay shayaatiintu qofka intay u gurmadaan, maadaama uu raalli geliyey, qofkii kale ay waxyeelayaan. Siyaabo badan baa qur-aanka loola macaamilaa oo shaytaanku raalli ka yahay, dadkana loo mootiyaa qofka qur-aan in lagu akhriyay. Mar waxaa la sameeyaa qur-aanka wax nijaasa lagu qoraa. Qur-aan baa la qorayaa siduu ahaabaana loo qorayaa, laakiin waxaa lagu qorayaa wax nijaasa. Falka uu qofkaas sameeyey oo qur-aan najaase inuu ku qoro ah waa waxyigii shaytaanka, oo waana ku qoran tahay kutubtan talaasimta iyo kadibna casaa'imta iyo magangalkii shaydaanka yuu aqrinayaa. Waxa la qoray ee meesha lagu aasay marka adiga aragta waa qur-aan, laakiin wixii lagu qoray waa nijaasahay oo shaytaan lagu raalli gelinaya. Shayaatiintu markaas iyagana gargaar buu kaga dalbayaa, waxbuu akhrinayaa, waxbaa la guntayaa, iyagii baa la magangelayaa, loo yeedhanayaa. Kadib waa dhici kartaa qofkan hadafka ah hadusan qof adkaarti iyo xirsigi iyo akhrista ahayn, de meel bannaan cadow inay ka helaan way dhici kartaa. Tusaale, waxaa jira waxa la yidhahdaa tacluun. Tacluunta waxaa la yidhahdaa markay beeruhu baxaan bay marar badan shimbiruhu kusoo fakadaano badarkii baxay shimbirtu dadka ka cunta. Waxaa jiray wadaado gaar oo loo tago oo shimbirtaa ka afduubo aagan ka sii qaada oo beeraha ka leexiya, waxbay qoraan, waxbay akhriyaan. Xirfadaas shimbirahan sidee baa looga leexiyaa beeraha looga afqabtaa ba waxaa la yidhaahdaa tacluun. Waxyaabahay sameeyaan waxaa ka mid a shimbirihii laba xabbaa lasoo qabanayaa, mid baa la dilayaa oo kurka laga jarayaa, dhiiggana weel baa lagu hoorinayaa. Dhiiggu markuu horsamo ama shimbir ee ka yimaada ama dad ama xoole ah maade xinjiraysa oo fadhiisisaa ku jirta, markaaba qori baa la qaadanayaa, waa la walaaqayaa, maadadii xinjirta qoriga ku duumaysa waa laga saaraya, ma fadhiisanayo dhiiggaas ama dad iyo xoole wax dooni ha noqde. Waraaq baa la qaadanayaa, dhiiggiiba aayada qur-aan waraaq lagu qorayaa, warqadii baa la duuduubayaa, waxbaa lagu akhrinayaa. Shimbirtan kale ee nool baa qoorta loogu xidhayaa, shimbiraha lagu sii dhex sideynayaa, shimbir waa sixiran yihiin. Waxa meesha ku duuban muxuu yahay, ama waa qur-aan ama qur-aan baa ka mid, laakiin maxaa lagu qoray? Dhiig baa lagu qoray. Dhiiggana cinda asxaabina iyo jamhuurta waa nijaas. Aayadda la qoro maxay tahay? Badana aayad suuratul axzaab ku jirto, yaa ahla yathriba laa muqaama lakum farjicuu, reer yathribow meeshan deganaansho idiinma jirtee, ka noqdo ka yaaca meesha.
مرك والله سحر يا شياطين باش يمريه كوكا حيسا مرك ودي دي نيس طبعا تصالة نجاستا لغو قر نوع لبات ولا فوريريا قرانك قرانكي او فورارا او اسكوا ظهر ايمان ايا با حرسي افرقيس لغو ديغي افرقيس بالله سامين ايا هادو حات تقانا بالكن هاش كاللي يلا ده تلفوني ده نكوة يالي kaso kalo laba iyo laba inta la sameeyo hadana afar korka laga xiraya marka qul jaa al haqq wa zahaqa al baatil in al baatil kana zahuqan ee ayada lamida ba wa qul haqa lo qori jaa ana haqaasa lo qori al haqq al haqq na haqaasa lo qori baatil na haqaasa lo isdaba mar marsa marka wixii in aad u isla doon doonato mooyeen quraan ma قرآن كقاب كيسي النظم كيسي اللقوع ياري اللخل دين وح شيطان رالي كريوي مرق قاركود قدال قدال بالله آخرين ترن سورة ياسين بالله دي كن شار بالله آخرين بقول شار بالله آخرين وإلهي ترجعون على قصوة باللابي ياسين نوالو قدامين معانيه يا النظم كي أولها قرآن كي حيات كيس دبا السعودية معانها دالين يي لن بالله دالن قدين يي كحدا عن القراءة المنكوسة إلى هذا القراءة المنكوسة للدبقة دي سداس وكلنا والله السمين مرك قاركود طلاسمتي بالله قدري وشحن تلا السمين يحديك الحجيس يتدب الجيس يهود وكلاتا بحق عيل لغو قري حق حرفا لغو قري حق حساب لغو قري حق وحبا لغو قري حق بريس دروس سما بلغو قري وعن فريحة كذا شيء ده qaybta aqeedada kutub sawirada sida quraanka loo diba gadinay ay ku qoran yihiin baayalo ku talaasinta wada soo bixisa shaxdi baa kaaga muuqan markii sidan la sameeyay hadaba dadkii waxa la leeyahay quraan baa la qoray iyo wax meesha qoran waa quraan jaas baa lagu qoray waa la fuuriyay waa la diba gadiyay waxa soo markii la sameeyo azaaim iyo shaytaan iyo xana waa la aqrinaya waa la gargaar gurmad iyo heel iyo hoob aan laga dalbaya gargaar kadi way soo gurmanayaan dashayaatiin iyo jin iyo jaan ku shaqaysta way qulay kala waxa jira inta midna aan ahayn laakiin da sarraxada quraankan kitab ka rognaa dha laakiin sheekada been hoon jirin oo khuraafa ba adiga laga dhaadhicin quraanka in laga soo saaray qof baa jirinaya qofkan aan fiirinayna jirada inuu ka kacayay in kala lagu dhahayaa anagu meel kale ma fiirina kitaabka qur-aankan ka soo saarna ka fiirinaa baa lagu dhihi dadku waa caamo carabigii ma yaqaanaan in badan oo ka midna qur-aankaba ma yaqaanaan qur-aanka ma garanayaan wuxuu ku dhihi wax kale miyaan sameeyey mid arataa kitaabkaa musxafkaa soo qabo adigu kala bixi buu ku dhihi haddaad weyse qabto haddii kale anaa kala bixin markuu kala bixiyo shan ama toddoba bog buu rogi markuu rago boga midigta ah xarafkuu ka bilowduu fiirin xarfaha qur-aanku waa laba qaybood ee carabigaba kuwa gadaal wax lagaga daro oo inta badana iyo kuwaan gadaal wax lagaga darin sida alifta iyo waawga iyo raada iyo zayda iyo daalka iyo daalka iyo waxaa laga dhaadhicin ninkan xaaladiisa way adag tahay maxaa yeelay xarfahan gadaal wax lagaga darin buu ka bilowdaa boga oo masii noolaanaya ka dhiganta kuwa gadaal lagaga daro ku bilowdaana si noolaamiga dhigata tan qur-aankuna ma dhihin kitaabna lagama keenay tan waa in dhesaraxaadiyo nin xariif oo dadka ku ciyaarayo ka daadsanayo way aniba kaasmarti qur-aanka wixii laga helay ninka jiradiisi baa lagu leeyahay marka tani waa xariifnimo kale de xarafkan gadaal wax lagagama darayo qofkan sii noolaan maayo wuu sii noolaada waxba kama dhahayo waw hadduu kuu soo baxa bes waa ku dhamaataa lagu leeyahay marka waxaa rabaa inaa iraahdo qaybta marka laga rtaba xariifnimada iyo ninka rimeednimada marka laga tago qaababkan baa shayaatiinta loogu magangalaa qur-aan iyadoo la qorayo qur-aan meeshii yaallo oo qur-aan baan akhriyayaa laleeyahay bismillahi raxmaan yaasiin buu ku dhihi markaasu turjacuun hoosta ka bilowna wuxuu akhriyay ma garanaysa adiga wabillahi towfiiq sheekh khayr ilaah ku siiyo saaxiibkan wuxuu asagana weydiinaya waana su-aasha saddexaad ee xalqada maanta weysada haddii aan weyno xubnaha xubin kaste saddex mar ka badan maxay tahay xukunkeeda muxuu noqonaya xukunkeeda ayuu yihi
الحمد لله مسرد ويسدو حبس من هاي الرقة مرك رقة تان ويس وسافي عن نقطة صدح جربة وبعدين ذيك عمرو بن شعيب أنا بي عن جدي سنن كبدان كودي ورينيين وحديث حسن نسخة عمر كان لأيه نبي عليه الصلاة والسلام إن عرابي أوجي ويسدي بربوجري سدح سدح ببراي نبي حكوية مركة انت عقفكي كبادية فمن زاد على هذا نكي كبادية فقد أساء وظلم فعل حن واسمي دم بنواسمي هل كاو حلقة قرأت دول من واسمي هل كاو حلقة قرأنا يا لقنا في الهوي ما التحريم بي قاريسة أقل شيء كراهية وي باتفاق الفقهاء انت قرأنا يا فقهاء سكر حسين إن التحريم قاعدنا مرد النبي وكم مقعابي وحن إنه السمي دول من السمي رواد خارقود وتعدى حدودي وجود بي إنه دم بكسو قارن وين عكرتها صدرت السد هذا كبدا كما هلا إنه مال نتشاس لك رقية مال بور بدن لك رقية مركي نظيف نقطة كذب با سد هذا الله حسابيا سد هذا كبدا أمو كراهية أمو حرام وحد كراهية ولا قفي عن يهي حتى إني قاري سواء اتفاق مرن كمشير إنت أنا لكن مرن كوحو كتير وحرام بيقاري سائي ما قاري سواء ولا توفيق جزاك الله خير جزاء بارك الله فيك حلقة هنا سعاشة إذا شان نفرات شيخ وحوي سعاد سعيل كن بليه قفك مسلم كاه دود انتو مرك الله سمحا بنان والوود الأخرين كرا محاسب بنانين والوود الأخرين كريم قبل جيسة الحمد لله قبر جيسو حبنان دوشيسو وان لبعر موت وح السقا وحترية وين لو دعية إلهي قفكو حالة صورنا ولينا يا دادكم كتاكين سيدة نبي الشيخ صلى الله عليه وسلم مكري أنك كيربا سعاشا قبر جيسو إيمانية إن لو دعية وأنا تين نبي كدر دارمي عليه الصلاة والسلام وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل إلى أن سؤال الجواب تكسر أوبريا هذا لو يدين يعني قف كان له دعية إلى سؤال شيء نكسر إلى دم بيسون ضعف إلى قبر يسوى سعي إلى دم نحريس يسسي سقي ضدك على مسلمين تهدي هدفك جودة قبور تلو يمات إن له دعية الله السلام وله دعية السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون غدا مؤجل دعاء ذي أذكار الآخر مركب والدعاء دبل له دعاء نيو إلهي استجن وافتش وحلا بري و الله وحلا قبر يينا وقف كان إنه وافتش حق يا خيرك وحلا بعد قبر كركي سام أجلس إن لا ده له قل يا هاي وعدتك يمد إن لا وانيو ولا وعديو والنبي عليه الصلاة والسلام وكي كو عذيي يكشي كي يقفك إذا كان في إقبال من الدنيا إذا كده رأي برابن عازم وإقبال من الآخرة مرقو نبي كشي كين يقبر بيدول تشوين آسنا ويجمعتين سصدرت يدد كان آخرة إيو قيري ذا إيو إن لحسوسيو حقوق ضدد كان لنتي يعني أدعيان ويسعفيان لقد البذلو لوناتي وناقلو بوريو انت وحي دير وح قبرك وقاره ما تشيره لكن وحن قبرك وقاره هنا الله بقفه ويسا السلام ايه دان قوده وقود مسلمين تقود خصيصه ايه سويمات انكاس قبورته ماشي بحسام ايسا داد كان لقاله الله ليه ربر ماشي بحسام ايسا قبورته انا واسع انه انا ذابت قبورته زيارة داد كان لقوه عاديه وحي مركا باهيده دو تاقنته ايه باهيده الله اركو dadka ka dhan iyo duuyo akhri iyo dun badan tooda waa loo sheegi kara waxyaabahan banaaneyn de wax badan oo fara badan way wixii dambi oo dhan ba banaana inda lagu xanto inda la caayo dadka qabuurta in la habaaro hadeen qabuur gaal ahayn kuwa gaal u dhaw haday jiraan naarnaad ugu bishaareysay de waxii soo aroray xadiiki bashir ibn khasaasiya ku soo aroray way waxaan banaaneyn wax bidca in lagu sameeyo سأ تلقينت الحديث كان بينته أبي وماما لا جورية تلقينت صاح ديل وير هذا صاح دسات وحصو حما تريان قف كاني عمل كيس واحد مي إلى هنا بريدوس وافتيه معانا استع عشر امتحان عضو قشي
odu yeerin oo dhisaa dhisa hadii lagu dhaho sidaa dhama taraysu wixii uu aha ee uu rumaysna ee dhabta aha umu su'aasha kaga jawaabi doona wixii ka badanna waa wixii ilaahay tawfiiqdiisa waafajiyo sadarteed ba su'aasha iyo baryada ilaahay loo wajahaa inuu waafajiyo isaga laakiin sidii imtixaanka adduunyada ee guri daaqadiis intii la soo maro meesha imtixaanka lagu jiray loo qishay aakhira ma xadiidka talqiintu xadiis jira ma hobeen weeye كذبت موضوعاتك كمدي هاي وبالله توفيق. جزاك الله خير الجزاء شيخ علمك على الله نوقف عب حلقة إن سؤال الشنار سألكم بلي هاي أنا قاعد سله كذا هكذا ما توعي وقت بدن قاطع ويجا قاطع حد نوحان الكان وحيجا قوية أنت محن كسمية الحمد لله أنت سيرت و لبع الريموت بقفك على جدبون marka koobaad hadii ay jirto xaalad caafimaad darri ah xanuun inuu dadka dhakhaatiirta iyo akhisaayiinta qaybaha kaadida iyo kaadi haysta iyo takhasuskoodu yahay inuu u tago oo hadii wax jirro oo jirto dawo u baahanay tahay uu daawo raadsado xanuun kastoo jirana si nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ilaahay daawo u sameeyey qofkii gartaa garanaya la waafajiyo qofkii garan waayana lagu talagelina lama waafajinayo midda labaadna isagu inuu waswaas ka badan iska daayo wixii hadduu shakiyo waswaas noqdo waswaas in layska dhagatiro baa lagu daweeyaa waswaaska haddaad u dhaga nugulaato uu sii bataaya ma yaraado arrimaha saas oo kaleetana waan ku sii dadaali haddaad adugu bilowdana bidca bay ku geliyaan bidcana waswaas bay dhexeshiiyaan talooyinka nabiga waxaa ka mid ah sallallahu calayhi wasallam si shakiga uu isaga saaro inta uu ka gudbayo marxaladda shakiga markuu qofku istijaysto inuusanaad isugu dhibin markii kaadida qaalibudani ka dhammaatay inuu iska istijaysto kadibna si uu shaki bax u sameeyo gacanta biyaha intuu ku qaado halka xataa marada iyo kastuumka kaga aadan inuu biyihii shab kaga siiyo si intii muddaa haddii uu shaydaanku ku yidhahdaya naftu waxbaa kaasoo baxay qoyaan baa dareentay iyo qabow awyaa u tiraada jawaabta durba biyahaad ku shubtay wey muddo saa markuu ahaado waswaa sidiisaa markaa iska dhagatirta wuu tagaa oodan u dabcin markaa u dabcdana kugu sii bataa intaa waxa dheera u furani de waa ilaahay inuu baryo sharka nafta iyo shaytaanka iyo waswaaska ilaahay inuu ka qaado xuduudda sharcigana bedelku tan raacisteeda u nugulaan lahaa inuu ku adkaado iska ilaalinta iyo diidada insha allah wuu ka tagaya bilahi tawfiq jazaaka allahu khayr aljaza sheekh su-aasha lixaad ee xalqadeena maanta saailku wuxuu leeyahay meerka hooyaday oo mar hore ahaa ma ka dhiibi karnaa aabbahay waxaan ognahay inuunan bixinin oo u mahadsiinin hooyo meherkeedii oo ahaa 100 shilin oo soomaali ah marka hadda maxaan u xisaabinaynaa alxamdulilah hadda su-aashani dee waxaa laga yaabaa mugdi badan baa ku jiro waxaa imanaysa yaa la siinayaa su-aasha waxay ka bilaabanaysaa horta hooyo ma nooshahay mise ma noola haddii ay nooshahay ishkaalka iyo shakiga waxaa ka fudud iyadoo inay ka cafida aabi ama ha noolaado ama ha dhintee ama ha noolaado ama ha dhintee dariiqa ugu fudud waa hooye inay tirada waan cafi kaasaana ka fudud hadhow qiimeynta 100 shilin oo laga yaabo 50-70 sano inay kasoo wareegtay ama ka badan bay kasoo wareegtay in hadda dibha loo qiimeeyo maxay goysaa la yiraahdo taa waa qeybta koobaad qeybta la hooyo hadday dhimatay waxay imanaysa goormay dhimatay aabihii hooyo yaa horreeyey haddii aabu horreeyey waa la gartay hadday hooyadu horreysay aabuhu dhaxalkii waxbuu ku yeelanayaa haddii hooyo caruur iyo aabihii ninka ka tagtay 125 shilin oo kamida wala kumu rubucu in kaana lahuna waladun oo 100 may heshan iyo 27 shilin bay noqon
دوسه وكدم بيوي تاني اللي وقاعد يباهن وارتوحهم بقول شرين با سوى تضباطي عشان هذي اللفظة بردنتين وابوهن الدم بي تاسع النقل هذي دعا اباهن الدم بي باقية تضباطي عشان تا عرورتنا لحالك يا ضيالا ابوهن بين الدين وقيالا وحين نقل مركة حوله يجوا إلى حاين أبهد كل حاين إنه يبحيان ومباهني إنه عفيان بيباهني وهي حوله أنه يدو دمتي أبانا هدو دنتي بحالك إيهو هو يدو تكهلين وي هدو إساقو كهر ريينا وهو يد دمتينا بقول كيشيرين عرطوا الحشي مركب إنه يبحيان ما هدريق الصح ده أباني كعفيان وي إيهو كل حد هو يكو ماله هوي كمال حول حلبي وجورين صدرت بان كل مسألة ومسألة دو دوبانة تذكرين بحيو باهين علماء الله شوكتين تي وتغان إن أي حالة ظهنا ودان كلام ميرمان وهذا عكر تعرضي قارب على فتوه دمتي بكسوا عشان يتغنته ضد ما كتغان بس كوانا بحلي أو ذا عفين كرا خذ ضد كتغان محاك جسوا آدي لها قدر كي دين عبال ولا هلا قبحي بساس إيمان كرتا كمسألة دي سلو دران دريو maray ku bogsatan loo gaarsiiyo dadka waxaan dheela culimo la joogta u tagaan culimada la joogta marka xaaladahan oo dhan faafahinteeda hasiyaan midalbana xukunkeeda loo sheego billahi tawfiq jazakallahu khair jazaa safi aan baad oo kala noo kala dhigti khair la ku sii sheekh su'aasha tadabaad halqada maanta oo ahayd halqada tadabaad ee sidada su'aalaha naga soo gaara baraha bulshada gaar ahaan facebook شيخ سألكم حولي هاي وحايدي باي مركب فديو إنا إيجي مادان شهوير وإيجي مادا سيدك هذي قويس من يقوى جبيا قويس من يقوى جبيا الحمد لله شيخ حسني مسلم والله باقي بوضو مركب راح يبقى أنت ورتين الحقي شيو وحن يميد ببيه الشهوة ذا مسمع وحيابا هنكا إذا هاينا إيجي مادا لما بي الشهوة موضعه مدي باكرة ودي باكرة وحيا بكالو نعانو يما داكرة لنعى دمر كبحو بالنادان سعيلكونا رقية دمر مدوية انت سواشا داخر ذاك كما حد وحان ديلا مركز سعيلكن مركو روحو بان يينو حقيتيو ورتوحان كي من مشاه ودي با مسمع هدين بيه الشهوة ذا هين وان ليس كرداقو لغانا ويسيستي قبيس مالح حكم كودن وحكم كاديد وكالو نقنية وانا جاس ويسيد جبس وانا لغا ويسيسن جيركا يدرك ميشي قاران وانا قاقي اما مذيق اما وجيه هذا الشهوة ديهين مركاس ايمان ايا خلاف علماء دي فوق هذا هذا الشهوة بيو هذا صوبحان شهوة داريان الان هذا صوبحان وفي صون دارين شهوة لهين هذا إسكا صوبحان طريقي عادي جاي كسو بيحي جرينا كصوبحان قبيس مواجبين ايان مسا مواجبين ايان هلكا ويا هلكا محل الخلاف كبين أهل العلم كا. طبعا جمهور توحيو بدينهن مايا قبيس مواجبين مالك قاركونا قف قوبكا جمهورتين وقاتو أو سهلا إيسا قارهان قفكا دي كوبا دان تهي مرر بضان إيسا وميلو كوبا بيستا آن شوغين أي قبصان إيسا وقفكا دي برنام بو شوي كرا مغارو شوي كرا سفر بوهان كرا غاربو كتيري كرا صلاة هنا وإيمان هيان ويدا أكتا مرر بضان بك قولكا جمهورتو قولكا أيسر سهلا وي عند أصحابنا إذا قبيسكو واجبية إنما الماء من الماء واي لما كلا قادنا إلي شهوك صوبحان يدارين ينكو صوبحين مردي صوبحين طريقه دي معتاد كهانا كصوبحين دي وحاوة كبية إلي شهوك صوبحان معها يعني صوبحتان كوضي حاي تقدرت المرور بقبيس بواجبين وقولك أحوط كاه إبت بادة بادن كتشرتوي مرد كاسان منان تكوبات كاسان ودتك أدر دارمينا دي حالاتها قار كوضت كهانا أما الظروف وقفك وكتشرنا قولك جمهورتك سهلنا وقادنك رب الله توفيق